الخير واهلا بيكم مشاهدينا في النور، حلقه الثلاث 28 مايو 2024. زي ما انتم متعودين معانا كل يوم موضوعات مختلفه متجدده تهم حضراتكم، اخبار متنوعه برضو تهم حضراتكم كلها. النهارده معانا حزمه اخبار وتصريحات وزاريه كلها تهم كل المواطنين. قبل ما نخش في الاخبار برضو عندنا موضوع مهم جدا، الصيادله والصيدليات والادويه، ملف كبير قوي هنفتحه النهارده، معانا ضيفين النهارده هيشرفونا فيه وهنتكلم بقى عن كل حاجه، عن الصيدليات وعن الادويه وعن مشاكلها وي 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 وي. الليله دي كلها معانا النهارده في كل ما يشغل بال وعقل المواطن المصري في هذا الملف وفي قطاع الادويه. لكن قبل ما نروح للاخبار وقبل ما نروح للفقره بتاعتنا طبعا اللي هنتكلم فيها النهارده، خلونا بقى نطرح السؤال، والسؤال بتاعنا خاص باول خبر، بس انا هقول لكم السؤال قبل ما اقول لكم اول خبر. في كلام تردد النهارده وتصريحات يعني اعلنت من متحدث مجلس الوزراء عن الدعم، ولما بنتكلم عن الدعم اول حاجه بتيجي عندنا ايه؟ ايوه التموين، الدعم التمويني دي اول حاجه المواطن بطاقه التموين، هي الدعم يعني بطاقه التموين. في كلام بيتقال ان الدعم هيبقى دعم نقدي، والكلام ده مش جديد على فكره، الكلام ده مطروح من فتره، يعني بدل ما تاخد سلع مدعمه او تاخد سلع بمعنى اصح، احنا كل معاه بطاقات تموين يا بياخد بالقيمه بتاعتها بيدفع فرق بسيط يا شبه ان هو بياخدها ببلاش، فده يتحول لدعم نقدي ويصل الى مستحقيه. طب الدعم النقدي ده هيبقى ايه؟ في كلام ان هو هيبقى من 500 جنيه ل 1000 جنيه، وفي تاكيدات ان هو يعني في حدود ال 1000 جنيه، لان بقى قال لك لو اسره خمس افراد تاخد 5000 جنيه. طيب ده كلام كويس، بس الكلام ده بيستتبعه حاجات واجراءات وظبط الاسواق وظبط الحاجات عشان يبقى عندي سوق حر محترم وفي منافسه، وكل ده يصب في مصلحه الاقتصاد المصري وفي مصلحه المواطن المصري في الاختيارات، لان مش هيبقى في حاجه مدعمه. لكن تعالوا بقى نعرف راي حضراتكم في هذا الموضوع كمستحقي الدعم، واحنا بنتكلم تقريبا حاجه و70 مليون تقريبا، يعني في حدود يعني 75 مليون يزيد او يقل مواطن مصري يستحقوا الدعم، احنا بنتكلم في عدد كبير جدا، فلازم يبقى في حوار مجتمعي، وده من ضمن الحاجات برضو اللي جايه النهارده في تفاصيل هذا الخبر. طالما في حوار مجتمعي يبقى يهمنا نسمع اراء حضراتكم، عشان كده سؤال حلقتنا النهارده، هل توافق على الغاء الدعم التمويني واستبداله ب 1000 جنيه شهريا للفرد؟ يعني لو حضرتك اسره خمس افراد ست افراد تاخد 6000 جنيه ويشيل لك الدعم التمويني بالكامل، وطبعا ممكن ده يشمل الدعم على العيش، ولو ان العيش ملف تاني مش عايز برضو ايه ادخل فيه. حابب ان انا اسمع راي حضراتكم في انك تاخد فلوس 1000 جنيه على كل فرد، ولا تاخد البضائع على التموين، على صوره البرنامج اللي بتبقى على صفحه القناه سي تي في ايجيبت، كل السوشيال ميديا قدام حضراتكم، الفيس الانستجرام تليجرام اليوتيوب كله قدام حضراتكم، والتيك توك كل ده، بس طبعا السؤال على صفحه البرنامج على الفيس. عايز اسمع ارائكم بقى، وعايز اشوف شايفين المبلغ ده كويس ولا زياده ولا يقل، ايه اللي المفروض نعمله معاه؟ ارائكم طبعا هي اللي بتفرق، لان بقول لحضراتكم هيكون في حوار مجتمعي حسب الاخبار اللي احنا هنقراها النهارده. ارجع بقى للبدايه اللي انا قلتها مع حضراتكم في الاول، ان احنا محتاجين ان احنا يكون في حوار مجتمعي في كده. البدايه ليه بقى؟ لان النهارده حزمه تصريحات من اكتر من مسؤول، على راسهم طبعا الدكتور مصطفى مدبولي والساده الوزراء الافاضل، كل ما يخص المواطن في، وخلوا بالكم حضراتكم هذا يعني هذه التصريحات النهارده في السياق اللي اتكلم عليه الرئيس اول امبارح، كلموا الناس وضحوا للناس اشرحوا للناس، فالوزراء ابتدوا يتكلموا ويشرحوا ويوضحوا عشان يبقى المواطن عارف اللي ليه واللي عليه. 1000 جنيه شهريا للفرد، الحكومة تدرس تحويل الدعم التمويني إلى نقدي، ده أول خبر معانا. متحدث مجلس الوزراء قال قد نشهد تحريك لسعر الخبز بصورة بسيطة للغاية خلال الفترة المقبلة. الرئيس قال إن إحنا بنتكلم تقريبا، الرئيس عبد الفتاح السيسي، الرغيف بيدعم في حدود ال 120 قرش. هل الـ الـ السعر بتاع الخبز ممكن يزيد؟ هل ممكن يزيد شوية عشان يبقى برضو الدعم مش بنفس الدرجة؟ ده كلام اللي احنا سامعينه النهاردة من متحدث مجلس الوزراء. وأيضا قال إن رفع الدعم عن الكهرباء هيكون بالتدريجي خلال 4 سنوات. وهنا هقف شوية، الخبر ده مش جديد، الخبر ده احنا سمعناه من مسؤولين حكوميين وسمعناه من سيادة الرئيس في مناسبات من سنوات، إن تدريجيا هيتم رفع دعم الكهرباء.
من سنين فاتت. ومفروض بغض النظر عن الأزمة الاقتصادية اللي احنا فيها ومراعاة الحكومة ليها في حتة رفع الدعم ان الكلام ده بيدم تدريجيا كل سنة. لكن هل النهاردة تصريح متحدث مجلس الوزراء بيتكلم في سياق اخر او بنسبة اخرى او على شرائح اخرى او مش هيبقى في شرائح موفاة او انا ما عنديش تفصيلات. انا بقول لحضراتكم العنوان ان هيكون رفع الدعم تدريجي عن الكهرباء خلال 4 سنوات، لا جاب سيرة شرائح ولا جاب اي حاجة، مع الاخذ في الاعتبار ان هذا الكلام ليس جديد. مستشار محمد الحمصاني كمان قال ان الحكومة بتدرس تحويل الدعم التمويني زي ما قلت لحضراتكم من عيني من بضائع الى نقدي، وفقا للمقترح ان الفرد هياخد من 500 جنيه ل 1000 جنيه شهريا مع مراعاة زيادته سنويا، يعني ده مش رقم ثابت، الرقم ده قد يزيد سنويا او هيزيد سنويا، وذلك لمواجهة التضخم. وده مثال لو الأسرة مكونة من 5 أفراد هتاخد 5000 جنيه. طيب من 500 ل 1000 وتدريجي وسنويا، يعني معنى كده التأكيد اللي في الآخر ده ان 5 أفراد 5000 جنيه ان انا بتكلم في 1000 جنيه. طيب هل ده هيستتبع إجراءات تانية؟ هيستتبع إجراءات من الحكومة؟ هيستتبع ضبط للأسواق؟ هيستتبع فتح أكثر للسوق والمنافسة الحقيقية اللي بتصب في مصلحة المواطن والاقتصاد، ويبقى عندي اختيارات، يبقى عندي من الزيت 20 نوع كل واحد بقى ينزل بالسعر بتاعه ويبقى فيه منافسة، ولا هيبقى فيه 20 نوع كلهم غاليين، ولا هيبقى فيه 20 نوع الصح ان انا يقول لك ده سعره 50، ده ب70، ده ب80، ده ب60، ده ب40، وانا اختار بقى ده مش عارف زيت ايه، ده زيت ايه، ده جاي منين، الكلام ده كله. طيب كمان اكد ان هذا المقترح يحتاج الى حوار مجتمعي لدراسته زي ما قلت لحضراتكم عشان يتحط وفق ضوابط، وقال ان الدعم المقدم من الحكومه على بعض السلع والخدمات للمواطنين لن يتم رفعها بصوره كامله، الا انه خلال الفتره المقبله قد نشهد تحريك لسعر الخبز، واضاف ان سعر الخبز سيحتفظ بقدر من الدعم مع ترشيده اذا احتفظنا بالدعم النقدي، مؤكدا بان هذه الزياده لا تؤثر على المواطن وتخفف العبء على ميزانيه الدوله للمساعده في تقديم الدعم. كشف كمان المستشار الحمصاني انه خلال الفتره السابقه تم رفع الدعم عن كافه انواع الوقود عدا السولار وانبوبه البوتاجاز اللي لسه ساري عليهم الدعم، مفيش حاجه في الوقود تانية عليها دعم حسب تصريحاته، السولار وانبوبه البوتاجاز، مشيرا الى ان رفع الدعم عن الكهرباء سيتم خلال 4 سنوات. طيب احنا النهارده العيش سعره هيزيد، طيب اوكي كفاءته او يعني مستوى الـ 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 العيش او الرغيف اللي طالع لي بالمنظر الحلو ده ولا مطبق ولا مفعص ولا مطول ولا واخد عرض زيادة ولا مغبوط الحاجات اللي احنا بنشوفها واللي جبناها قبل كده، دي اسئلة. جودته شكلها ايه؟ سعره هيبقى بالنسبة لجودته شكله ايه؟ دي اسئلة احنا بنطرحها. طيب الدعم التمويني، اسعار السلع، المنافسة بين الشركات، عندي كام شركة، وهل هذه الشركات هيبقى في ضوابط وقوانين تلزمها انها ما تعملش معايا زي ما بعض القطاعات بتعمل وتقول لك اصل مش عارف ايه زاد فانا مضطر ازود ايه فهم كلهم يتحدوا علينا، ولا كل شركه هتنافس مع التانيه، الدوله مدياهم سوق حر اشتغل، انا النهارده زيتي ب60 عشان كذا، انا ب70، انا مش عارف فيه ب50 روح اشتريه، فيه ب40 روح اشتريه، ولا يتفقوا مع بعض ويقول لك اصل اقل سعر كذا والمواطن يلاقي نفسه في سعر غالي. هو ده السؤال. في الزيت بقى، في السكر، في المكرونه، في الرز، في كل في الالبان، في البيض، في كل الكلام ده كله. الكهرباء زي ما قلت لحضراتكم تدريجيا هي كل سنه بتقل في شريحه اللي هي الاولانيه اللي واخده اكبر نسبه دعم. هل الكلام ده بيعني ان مش هيبقى عندي شرايح فيها نسب دعم كبيره، او مش هيبقى فيها نسب دعم خالص خلال 4 سنين فيتحول هذا الدعم الى دعم نقدي زي ما احنا بنقول فتبتدي الدنيا في الدوله؟ ما هو يا جماعه خلونا بقى نتكلم كلام واقعي. معنى ان الدعم يتشال ان ده بيتاخد من ميزانية حاجات تانية بيتحط هنا، فالمليارات اللي بتتحط في العيش وفي السلع وهنا 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 وفي السولار وفي البوتاجاز تبتدي تتحط بقى في الصحة وفي التعليم، فلاقي جودة عالية جدا في الصحة تدريجيا، ده مفروض ان هو يتم مع مشروع الرعاية الصحية والتأمين الصحي الشامل، وجودة في تحسين جودة التعليم، وجودة التعليم مش الكتب ولا المناهج، جودة التعليم المدارس والمدرس وحقوق المدرس والإداريين، والطالب يروح يلاقي مدرسة كويسة ويروح المدرسة أساسا في المراحل اللي فوق يعني، ويبقى عندي منظومة كده تعليمية بصرف عليها 10 على 10، ما أنا خدت مليارات من هنا حطيتها هنا، مفروض الفلوس تتاخد من هنا تتحط هنا وتتوجه هنا عشان المواطن يبقى يحس بفرق في الكلام ده.
وده الكلام اللي كان معجزنا الفترة اللي فاتت. عشان كده بقول لحضراتكم الكلام زي ما قال المستشار الحمصاني محتاج حوار مجتمعي، محتاج نسمع الناس والآراء والمتخصصين. فكرة الدول اللي قايمة على الدعم والكلام ده كله خلاص في الاقتصاد الحر مفيش، بس وانا سايب المواطن بطوله كده قدام طوفان الأسعار لازم أضبط السوق. أضبط السوق بإيه؟ مش إن أنا أبقى شركاتي قطاع عام ولا حكومة، لا، أبقى حاطط ضوابط للشركات دي عشان الشركات دي ما تعصرنيش، عشان الشركات دي ما تتحكمش فيا، ما تتحدش عليا، ما تقوليش أصل مش عارف الفراخ بقى إيه فإحنا مضطرين نرفع سعر الفراخ 15%، أصل اللحمة مش عارف إيه فمضطرين نرفع سعر اللحمة مش عارف إيه، أصل البصل مش عارف إيه ضرب فالبصل وصل سعره 50 جنيه. هو ده اللي احنا بنتكلم فيه في هذا الموضوع. وزير المالية كمان قال ان الدعم ضد مصلحة البلد وامامنا فترة تصحيحية 4 سنوات صعبة، وده الكلام اللي احنا بنقوله، ده تأكيد الدكتور محمد معيط، وسلط الضوء على الارتفاع الكبير في اسعار النفط عالميا في برميل البترول اللي تجاوز حجز $80 وانعكاسه، وطن القمح اللي من $180 ل$500، واتكلم كمان على ارتفاع تكاليف شحن البضائع اللي بقت على العالم كله، وقال ان تكلفة لتر الدولار بقت عالية جدا، وبقت في اعتمادات العام الماضي وصلت ل 109 مليار دولار، واكد الدكتور محمد معيط ان استمرار هذه الاوضاع سيؤدي لمزيد من الضغط على ميزانية الدولة وتوجيهها في حاجات غير الحاجات اللي الدولة عايزة ترفع بيها حياة المواطنين، مطالبا بكثير من الاعتمادات المخصصة لها مما يضع البلاد أمام تحديات صعبة وخيارات قاسية للحفاظ على استقرار الأوضاع الاقتصادية. تصريحات مهمة جدا استكمالا للكلام اللي الرئيس طالب بيه، متحدث رئيس مجلس الوزراء النهاردة قاله دكتور محمد معيط بيقوله النهاردة، تصريحات مهمة وحاجات مهمة. مواطن يبتدي يفكر بقى هو فيه ايه وهيحصل ايه والكلام ايه ورايح فين، عشان نبقى عارفين الفترة الجاية هيتم ايه ومحدش يلعب بدماغنا، ناخد الكلام من المتخصصين. بيشرفنا يكون معانا على الهاتف دكتور محمد الكيلاني الخبير الاقتصادي. دكتور محمد اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا فندم مشاهديك الكرام. اهلا بيك يا دكتور. دكتور النهارده تصريحات مهمه من متحدث رسمي باسم رئيس مجلس الوزراء حوالين الدعم التمويني ورغيف العيش والكهرباء والوقود اللي لسه عليه دعم زي السولار والبوتاجاز، وتصريحات النهارده دكتور محمد معيط على الدعم ضد مصلحه البلد وامامنا 4 سنين عشان نتنقل من هذه المرحله وكل حاجه تبقى في مكانها. ما بين هذه التصريحات حضرتك شايف في هذا التوقيت احنا رايحين فين بناء على هذه التصريحات؟ يعني بصراحه شديده جدا، يعني اولا يعني هذه التصريحات لو كانت قيلت في توقيت اخر كان ممكن قبولها، تمام، كان من الممكن قبولها، تمام، لكن في هذا التوقيت في حاله من التضخم اللي موجود في المجتمع او تضخم على مستوى العالم كله ليس في مصر فقط، ايوه، وفي ارتفاع اسعار فائده وفي حاله من يعني عدم الاستقرار النسبي في كل الـ يعني المجالات او في كل البرامج او خلافها، فبالتالي النهارده لما تيجي تتخذ هذه الاجراءات الشديده جدا، خاصه انه حتى السيد الرئيس ورئيس مجلس الوزراء دائما ما يصرح ان المواطن تحمل فاتورة الإصلاح وأن المواطن هو كان البطل في عملية الإصلاح، فالنهاردة لما نتخذ هذه الإجراءات في هذا التوقيت يعني ممكن تكون لها تداعيات كبيرة جدا على المواطن. يعني أنا كنت يعني أو كنت أتوقع من الحكومة أنها تأخذ منحة آخر، أن أنا أزود صناعة، أن أنا أشتغل على الإنتاج، أشتغل على عمليات التصدير بشكل سريع وأجذب استثمارات أفضل لي من أن أنا أتجه إلى إجراءات قد تؤثر على دخل المواطن، قد تؤثر على حياة المواطن، وبالتالي ممكن يكون جدواها يعني مش بالجدوى الاقتصادية أول. يعني قصد حضرتك يا دكتور ضبط السوق داخليا بفتح المنافسة والكلام وخارجيا بالاستيراد، فلما اظبط ده يعني تبقى الإجراءات دي داخلة على أرض ممهدة، قصد حضرتك؟ أنا كده يعتبر أن أنا النهاردة بعمل وفرة في دخل المواطن، فلو خدت هذه الإجراءات في هذا التوقيت المواطن هيبقى سعيد جدا بيه. وعلى فكرة احنا دائما بننادي أن يجب تحويل الدعم العيني إلى دعم نقدي، لأن هو ده اللي هيصب في مصلحه المواطن. ليه يا دكتور؟ اشرح لنا بقى ليه بتطالبوا بكده عشان الناس تبقى فاهمه. بص يا فندم، اولا الدعم العيني ممكن يكون فيه شبهه فساد، الدعم العيني ممكن يكون فيه دفع فاتوره استيراديه كبيره جدا، الدعم العيني ممكن ما يصلش لا الى مستحقيه، يعني النهارده ممكن تلاقي في الاسره 5 افراد او 6 افراد ممكن يكون فيها احد الافراد مثلا دخله مرتفع نسبيا
وتلاقي فيه قطع للتموين عليه، وفي ايضا فرد اسره اخرى ليس هناك قطع عليه. فالنهارده ممكن يكون كل هذه الاجراءات التي تتعلق بالدعم العيني مش قادرين يسيطروا عليها بشكل او باخر، نتيجه لانه ممكن يكون في داتا مش محدثه، ممكن يكون البيانات مش كامله. فممكن النهارده انت الدعم لا يصل الا مستحقي، لكن الدعم النقدي انت النهارده بتقول له دعمك هيصل 1000 جنيه 500 جنيه 2000 جنيه هيخشوا فيه الفيزا الخاصه بيه، وبالتالي انت النهارده خلاص قضيت على كل هذه الامور. تمام. كل دول العالم بيشجعوا بشكل او باخر الدعم النقدي بشكل اساسي. امريكا ذات نفسها لديها دعم نقدي منذ فتره طويله جدا. تمام. ازاي اضمن ازاي اضمن ان المواطن لو الدعم اتلغى المنافسه في السوق تصب في صالحه، ما بقاش فريسه للسوق؟ ما هو الفكره كلها انك انت ايضا لو انت خدت هذه الاجراءات لازم تكون بمعايير مهمه جدا. ايه هي هذه المعايير؟ اتفضل. اولا انك انت النهارده لازم يكون عندك ضبط رقمي للسوق، انك انت عارف ايه اللي موجود عندك في السوق، وايه اللي في الستور، وايه اللي متاح في المتاجر، وايه اللي متاح في المولات، وبالتالي انت عندك ضبط للسوق. لما تدي المواطن 1000 جنيه او 2000 جنيه انت عارف ان ده هيعمل سيوله مع المواطن، وبالتالي مش هيكون هناك نوع من يعني العشوائيه في هذا الامر، وبالتالي انت ضبط السوق ده اول حاجه. ثاني حاجه مين اللي يحدد السعر العادل لمساله قطع هذه السلع التموينيه عن المواطن وبالتالي استبدالها بدعم نقدي؟ ايوه. مين اللي هيحدد؟ هو السؤال ده مهم جدا. مين اللي هيحدد هذا الامر؟ فلاجب انك انت النهارده لما تربط هذا الامر برقم نقدي للمواطن يجب اولا تتخذ مجموعه من المعايير. اولا ان انت تراعي مساله التضخم، ان انت تراعي ان المواطن تحمل فاتوره الاصلاح الاقتصادي لفتره طويله، وبالتالي النهارده بدل ما هتزوده 50% لا هتزوده 100%. طب ما هو ده ممكن ياخدنا لنقطه ثانيه خالص. ان انت النهارده هتزود السيوله في المجتمع، وعلى حد حتى لو في 12 مليون بيستفيدوا بهذا الامر، لكن انت النهارده ايضا ممكن تحرك المشتريات بشكل كبير، وبالتالي ممكن يحصل تضخم عكسي. هو ده. في المجتمع هتضطر انت برضه كحكومه تعمل تشديد نقدي وترفع اسعار الفائده، تم عجله الانتاج على الميزان الاخر على الناحيه الاخرى زي ما بنقول. هتبقى متاثره لان النهارده ممكن يكون في مصنع او مستورد او صاحب ورشه او خلاف عايز ياخد قرض من البنوك، مش هيقدر يروح حمة البنوك لان البنوك فيها اسعار فايده عاليه طبعا هتحمله بتكاليف كبيره جدا. تمام. طيب احنا النهارده يا دكتور يعني امتى النهارده نبقى تحديدا مؤهلين لهذه المرحله، لمرحله ان نبقى ناخد دعم نقدي، الكهرباء يتشال من عليها الدعم، المواطن بقى تتاخد الفلوس دي اللي كانت المليارات اللي متوجهه دي، وبرده موضوع رغيف الخبز لو اتحرك سعره، امتى نبقى مؤهلين في خلال قد ايه نبقى مؤهلين للكلام ده؟ لما تكون ايرادات حضرتك اكبر من المصروفات. من الاخر لو ايرادات حضرتك ايرادات حضرتك اكبر من المصروفات اعمل اللي انت عايز تعمله. تمام. لان المواطن عنده وفره في دخل. تمام. يقدر يعمل اللي هو عايز يعمله لو انت حتى قطعت عليه الدعم. تمام. ولا 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 يهمه لانه عنده وفره في الدخل الخاص. تمام. دكتور محمد الكلاني الخبير الاقتصادي، بنشكر حضرتك يا فندم، شكرا جزيلا على هذا الشرح وهذا الايضاح. 1000 جنيه للمواطن في اسره 6 افراد 5 افراد 5-6000 جنيه رقم كويس، بس المهم هيجيبوا ايه واسعار الحاجات هتبقى ايه؟ ده احنا بتنزل الزيادات يا جدعان في المرتبات وفي المعاشات والسوق بيعمل الواجب ما بيتوصوش، يعني النفخ بيبتدي والناس بتعاني. فازاي بقى انا ابقى ظابط ان الحاجات دي تروح للناس فلوس وابقى انا المواطن يستفيد بيها؟ ازاي ابقى ظابط ان الترشيد يتقطع يتشال عن الكهرباء او الدعم يتشال عن الكهرباء والمواطن يعرف يتعامل مع الكهرباء اللي داخله بيته بتعامل صح؟ اهم حاجه بقى في الموضوع ده نرجع تاني للدعم ورغيف الخبز وسعر رغيف الخبز والكلام ده كله. وطالما فتحنا هذا الموضوع يبقى لازم يكون معانا حد من الناس المعنيه بهذا الملف والمهمومه بهذا الملف منذ سنوات. بيشرفنا يكون معانا دكتور محمود العسقلاني، رئيس جمعيه مواطنين ضد الغلاء. دكتور محمود اهلا بيك. اهلا بيك يا دكتور. انا الفقير الى الله محمود العسقلاني. استاذ محمود العسقلاني يعني انا بقى اتفضل. دكتورة فخريه على الهواء تستحقها يا دكتور. يا باشا ده يشرفك. انت بتتكلم بلسان الشعب يعني. والله يعلم الله ان احنا حريصين كل الحرص على ان احنا نبقى يعني بنمثل الناس، نفسنا نساعد الناس باي شكل. واحنا بنكون يعني متفاعلين معاك. اتفضل يا دكتور اتفضل. عايز اقول لك معلومه بالغه الخطوره. اتفضل. في واحد صاحب مخبز عيش بلدي اللي هو التمويلي ده
مش ما عندوش عبارة مثلا. ما عندوش عمارة؟ ما عندوش عبارة. عمارة واحدة؟ عمارة واحدة؟ عبارة عمارتين. ربنا يزيدهم. يعني ويقول لك انت ما فيهوش حاجة. طب اقول لك معلومة صغيرة. انا بلفت نظرك على حجم الذهب اللي بيجري. اتفضل. لهذا الدعم. في واحد كان بياخد 5000 طن سكر. 5000 طن سكر. يعني انت بتتكلم في 5 مليون كيلو سكر. ده تاجر ولا تاجر تجزئة ولا صاحب مصنع؟ صاحب مصنع كبير. صاحب يعني مصنع. بياخد بياخد سكر بالحكومة. ايوه. لما الراجل ده ياخد 5000 طن في الاسبوع وياخد 10 جنيه زيادة بس على الكيلو. وعنده 5000 طن يعني 5 مليون. ف10 جنيه انت بتتكلم في 50 مليون جنيه في الاسبوع. حاجة اقول لك على معلومة تانية؟ ايوه. اقول لك على معلومة تانية؟ السكر اللي بياخدوه الغلابة بتاع التبويض ده ناقص 100 جرام. ناس كتير قالت الكلام ده. طب ال 100 جرام دي لما تيجي تحسبها انت في 65 مليون واحد بياخده سكر. 65 مليون 100 جرام. صح. بيقصبوا. ومش السكر بس. ومش السكر بس. الرز كله. الزيت. انا عشان كده بقول لك يعني جزء من هذا الدعم بيجري لهبه. خلينا برضو ناكد يا دكتور محمود ان واحنا بنقول النماذج السلبيه فاكيد يعني اكيد في نماذج ايجابيه يا استاذ محمود. طبعًا. ما بين هنا وهنا طبعًا. عشان برضو ما ناخدش الناس كلها بعضيها. لكن بما ان حضرتك لا بص المجتمع المصري فيه كل الايجابيات والسلبيات. ايوه. محدش يقدر يقول ان ده يعني نقدر نعممه. لكن في جزء كبير من الناس اللي بيتعاملوا مع منظومه الدعم بينهبوها. ايوه. خليني ارجع معاك بقى للنقطه. الدوله بدي الفلوس دي للغلبان. ايوه. عايز الغلبان هو اللي يستفيد. ال1000 جنيه دي كفايه يا استاذ محمود؟ نعم. ال1000 جنيه دي كفايه كده؟ انا اتصور انه غير كافي لان كل حاجه بتتحرك. يعني لو اسره 5 افراد خدت لها 5000 في الشهر والسعر بقى حر بقى خاضع للسوق هيكفوهم يجيبوا احتياجاتهم؟ اعتقد يكفوا. يعني في ضوء الاسعار اللي احنا فيها دي الحاليه يعني المنظومه اللي انت بتتكلم فيها دي يعني زيت على سكر كلام صغير جدا. وهو خلي بالك هو ما بيدفعش فلوس في التموين في السلع. هو شبه ان هو بياخدها ببلاش. لا لا انا بقول لو اشتغلت المنظومه دي ممكن الناس تستفيد فعلا لانه ده ارقام كبيره. يعني بيبقى 130 مليار في العيش بس. تمام. طيب شايف ان سعر العيش بالوزن اللي قالت عليه الحكومه وهل احنا عندنا مفتشين تمويل يقدروا يراقبوا السوق؟ ده سؤال صعب. ويظبطوا المنظومه التمويليه؟ ده هم كلهم 1000 مفتش تمويل. ده سؤال صعب. طبعا. خليني برضو اسال حضرتك على رغيف الخبز. شايف ان الدوله في ظل الارتفاع في نسبه الدعم لرغيف الخبز احنا محتاجين نحرك سعر رغيف الخبز شويه يا استاذ محمود؟ بص انا بالنسبه للغلابه انا عايز ادوله ببلاش. لانه خلي بالك انت امام ازمه يعني التغيرات الاقتصاديه الاخيره دي والاصلاح الاقتصادي والمنظومه اللي اتعملت يعني قلصت الى حد كبير حاجات كتيره من اللي كان بيتعاطى معها الناس الغلابه. فانا اخر حاجه خايف منها هي رغيف العيش. بس هو بيكلف الدوله كتير يا استاذ محمود، جنيه وربع. الدوله برضه محمله بحاجات كتير يعني. لا لو تقدر تديهم الدعم ده عادي. عارف ال 130 مليار دول لو وصلوا لناس الغلابه افضل. ما هو ده اللي احنا بنقوله ان لو الفلوس دي راحت للغلابه. بس تفتكر بس على الجانب الاخر الدوله تظبط برضه السعر بتاع رغيف العيش الحر. طب ما انا هسال حضرتك على حاجه. هو معنى ان انا هدي 1000 جنيه ان سعر ولا الخبز منفصل عن التموين ان ممكن سعر الخبز يبقى حر كله ما بقاش عندي خبز تمويني مدعم؟ هو لو انت خليت العيش كله حر واعطيت له دعم يضمن له الى حد كبير حتى الحد الادنى اللي كان بياخده هيبقى احنا استفدنا كتير. ما انا خايف برضو المخابز تخلي لي رغيف ب5 جنيه. فهو ده اللي الواحد يعني انت قلق منه. اقول لك على حاجه. في ازمه السكر الاخيره دي في رجل اعمال كبير قال لي عايز 10 كيلو سكر. ده غير الاولاني؟ غير اللي غير رجل اعمال الاولاني. اتفضل. لا انا معاك يا فندم. يعني يقدر يشتري مصنع سكر. ايوه يا فندم. ما كانش في سكر في السوق. بيقول لي عايز 10 كيلو سكر. معرفتش اجيب له. بينما الراجل الغلبان بتاع التبويض الحكومه بتدي له السكر بتاع التبويض كل شهر. ايوه صح. يعني الغلبان كان عنده سكر والغني لم يكن لديه سكر. كان دايخ مش عارف يشتريه فعلا. مش عارف يشتريه. وانا باكد على كلام حضرتك. ايوه. ايوه. فالدوله ضمنت بهذا الدعم. انا يعني لو اتعملت منظومه تضمن لنا الى حد كبير.
انه الناس يصلوا بالدعم ده او تصلوا بالفلوس دي ويقدروا يشتروا بيها حتى الحد الادنى مما كانوا يحصلوا عليه من الدعم، احنا ما نبقاش خسرنا ونبقى خلاص تمام. عدينا خطوه الدعم دي وسقطنا من المنظومه الناس اللي كانت بتفسد فيها. واظبط السوق، واظبط اليات السوق، واظبط المنافسه، واعمل رقابه وزود مفتشين، تبقى الدنيا مظبوطه. يعني هذه الاجراءات تستدعيها اجراءات رؤيه اللي انت قلته ده حالا اللي هو في خمس كلمات دول دول يصلحوا يعني دستور للمرحله اللي جايه لو انت عايز تعمل فعلا الشغل على السوق. شكرا ان حضرتك بتشيد بكلامي ده، شهاده اعتز بيها يعني يا استاذ محمود، ربنا يخليك. استاذ محمود العسقلاني رئيس جمعيه مواطنين ضد الغلاء، دايما بنحب نسمع راي استاذ محمود لانه من الناس المعنيه بهذا الملف، بس واحنا بنسمع برضو اراء المتخصصين دكتور محمد الكيلاني او استاذ محمود العسقلاني، حابين نسمع اراء حضراتكم لان احنا المعنيين كلنا والمواطنين بهذا الكلام. طيب تعالوا نقرا شويه تعليقات حول السؤال، هل توافق على الغاء الدعم التمويني واستبداله ب 1000 جنيه شهريا للفرد؟ أستاذ عطا عايد بيقول الألف جنيه ليس لها قيمة لكن التموين أفضل، ألف جنيه هتتصرف لكن التموين مضمون والعيش مضمون. شكرا أستاذ شنودة، هي ألف جنيه للفرد، يعني إحنا بنتكلم على ألف، لو حضرتك معاك أربع أفراد خمس أفراد هيبقوا 5000. أنا مع حضرتك إن الألف جنيه، بس في حتة التموين لو الدنيا اتظبطت برضو رأي يحترم. أستاذة إستر بتقول مساء الخير، لا أوافق، عصفور في اليد افضل من 10 على الشجره ولا مساس بلقمه العيش. من فضلك يا استاذ شنوده تتكلم عن الادويه، سعرها ارتفع جدا، هنروح لفقره الادويه يا استاذه استر. شكرا ليك. استاذ ثروت بيقول مساء الخير استاذ شنوده، عايز اقول لا مانع تجربه جديده واكيد افضل من الحراميه بتوع التموين اللي نهبونا. طب حسب تعبير استاذ ثروت. استاذ جيدو ناصر بيقول مع الزياده الدوريه. استاذه مارينا بتقول مساء الخير استاذ شنوده، لا طبعا ناس كتير هتستفيد منه، يعني برضو موافق. أستاذة مارجريت فؤاد بتقول لا أوافق على هذا التغيير لأن في ناس ماتت ولسه بياخدوا الدعم، أولادهم تزوجوا ومازال اسمهم متقيد في بطاقات الأهل. المفروض أن أي واحد دخله أكتر من 3000 جنيه لا يحق له الدعم. 3000 جنيه لو دخل 3 إيه ده البيت دلوقتي، البيت دلوقتي ما يتفتحش حضرتك يا أستاذة مارجريت. لا يعني مفروض طبعا 3 دي ما بقتش حتى حد أدنى للأجر، 3 دي قليل جدا، ده 3 ده محتاج دعم كتير قوي يعني. أستاذ كيرو موريس بيقول نتمنى أن العيش يفضل زي ما هو ما يغلاش. استاذ غالي بشرى بيقول لا اوافق. استاذ امل شكري بتقول لا. استاذ عاطف بيقول اوافق بشده. استاذ وجيه بيقول مساء الخير استاذ شنوده، انا اوافق طبعا على الالف جنيه. ما بين الموافقه وعدم الموافقه هنرجع تاني للتعليقات، هو ده الحوار بقى، هو الكلام اللي بتقوله حضراتكم ارائكم، ناس موافقه وبتقول مبرراتها، ناس مش موافقه وبتقول مبرراتها، ناس موافقه وبتقول متخوفاتها، وناس موافقه بتقول برضو تخوفاتها. ده اللي بيساعد صانع القرار ان يبقى عنده رؤيه. وبرضه اكد على حضراتكم مره ثانيه زي ما باكد كل مره وكل يوم في البرنامج، ده دورنا كاعلام ننقل صوتكم زي ما بننقل الاخبار وبنتناقش وبنطرحها مع المسؤولين وبنقبل اي حاجه، ان احنا ننقل صوتكم، وهو ده بقى الحوار المجتمعي وهو ده دور الاعلام. طيب هنرجع تاني للتعليقات لان حضراتكم كاتبين تعليقات كتير جدا، انا شاكر طبعا استجابتكم وتفاعلكم مع البرنامج، لكن عايزين برضه نكمل الاخبار داخل هذه الحزمه، حزمه التصريحات اللي عندنا النهارده. نروح بقى للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قال انه كلف كل من وزيري الكهرباء والبترول بوضع سيناريو واضح لوقف تخفيف الاحمال للكهرباء مع انتهاء التوقيت الصيفي. التوقيت الصيفي بينتهي عندي في شهر 10، يعني توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي ان في شهر 10 يتوقف خالص تخفيف الاحمال، يعني نخش على السنه الدراسيه الجديده ما يبقاش قطع نوفمبر وديسمبر بقى واحنا داخلين على السنه الجديده، ما يبقاش في قطع بحد اقصى شهر نوفمبر، وذلك استجابه لردود افعال المواطنين تجاه قطاع الطيران. كل الشكر للدكتور مصطفى مدبولي ان اصوات المواطنين واصله لمعاليك يا دكتور، وده حاجه محموده بصراحه ان مجلس الوزراء فتح اكتر من قناه بيتابع الاعلام في تواصل مباشر من خلال الواتساب من خلال الفيس من خلال التليفونات، دي حاجه محترمه جدا من معالي رئيس مجلس الوزراء. استكمل بقى دكتور مدبولي وقال خلال تصريحاته الى اهميه حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي، نرجع لتصريحات الرئيس بتاعت اول امبارح خلال افتتاح المشروعات الخاصه بجنوب الوادي بتوشكا، حيث تطرق الى ما تتحمله الدعوه لدعم الدوله لدعم المنتجات الرئيسيه خلال الفتره الماضيه، التوضيحات بقى والتفاصيل، ولما الرئيس قال اشرحوا للناس في الصناعه بنتحمل ايه، في الزراعه بنتحمل ايه، في العيش بنتحمل ايه، في الكهرباء بنتحمل ايه. كل المسؤولين الإعلاميين في كل الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية تعاونوا مع الإعلام، ده إحنا بنطلبه من حضراتكم
واللي اهم من كده دي توجيهات رئيس الجمهوريه، ده مش كلامنا احنا. مع كامل الاحترام لكل المتحدثين الرسميين في جهات كتير، في ناس كتير ما بتردش علينا، لا معلومة ولا بتليفون ولا بتوضيح. في ناس بتتواصل معانا، كل الشكر والتقدير والاحترام ليهم. نتمنى أن يحذو الباقين حذو هؤلاء. تدور المتحدث الإعلامي يوضح، دي تعليمات رئاسة الجمهورية، ده مش كلام شنودة فيكتور ولا برنامج في النور ولا أي زميل إعلامي في أي برنامج ولا في أي حاجة. احنا نتكلم على الدولة ورئيس الجمهورية، اشرحوا وقولوا ووضحوا للناس بالتفصيل. يا جماعة المصارحة والتوضيح والفهم والشرح بيزيل، ممكن يبقى عندي أزمة، بس لما ببقى الأمور واضحة قدام الناس المواطن بيبقى في ظهر الدولة بيتحمل وشايف وعارف، ولما يبقى في حاجة يقول الله ويقف قدام الغلط. لكن لما يبقى في ضبابية أو في تضارب أو في عدم وضوح، أو أنا مش قادر أخذ تصريح من حد، هو هيجيبها منين؟ هيدور بقى على اللي يلعب في دماغه، وأنا مش عايز اللي يلعب في دماغه. متحدث المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، السادة المتحدثين الوزارات، إحنا مزيد من الشرح والتوضيح، للي بيشرح يوضح اكتر، وللي ما بيشرحش يتعاون مع كل وسائل الاعلام. وارجع تاني واقول، تاني وتالت ورابع، ده مش كلامنا، ده كلام رئيس جمهورية مصر العربية الرئيس عبد الفتاح السيسي. رئيس الوزراء قال ان هذا يقودنا للحديث عن منظومة الدعم. استكمل بقى دكتور مصطفى مدبولي بصفة عامة، خاصة رقيب الخبز في فترة ما قبل جائحة كورونا، حيث كان يدور حديث على ضرورة التحرك في سعر الرغيف. لما جت كورونا بقى والتضخم، ودخلنا في روسيا واوكرانيا، وبعدين جت غزة، والازمات، بوتقة الازمات اللي احنا عايشين فيها بنتسلمها من سنة لسنة يعني. فقال اننا كدولة اصبحت فاتورة دعم الخبز لدينا كبيرة جدا، والرئيس قال احنا بنتكلم 120 مليار دولار، 120 مليار جنيه. رقم يا جماعه يخض، رقم كبير. وما تزعلوش مني، هقول اللي ليا واللي عليا، في عيش كتير قوي بيترمي لسببين. لرداءه، وانا اسف ان انا بقول على نعمه ربنا كده، والعيش المفروض تبقى احسن حاجه، احنا بنسميها كده في مصر في مصطلحاتنا الشعبيه، خبز رديء فبيترمي، يجي يفتحه يلاقيه فبيترمي. اللي متكلف كام؟ جنيه وريال، وللدوله مدعماه بكام؟ بشلن، بخمس قروش. او باخد منه قطمة وارمي الباقي. ففي حاجتين، في فرن او في مخبز بيديني رغيف مش حلو فباكلوش، ولما اجي طالب بتغييره يقول لي هو ده اللي عندي، مش هو ده اللي عندك، انت واخد حقك. وانا ساعات في بيتي برمي، بواقي عيش كتير، حرام. انت لو جايب الرغيف ده ب3 جنيه مش هترميه. انا مش معنى كده ان انا ببرر، بس ابقى عارف قيمة الحاجة ليه. ليه يا جماعة انا بقول كده؟ وليه بشرح؟ وليه مفروض اقول كده؟ لان ال 120 مليار دول مبلغ أنا محتاجهم في الصحة، عشان أنا برضو، عشان أنا كمواطن محتاجهم، في التعليم عشان ولادي في المدارس، عشان ولادي في الجامعات، محتاجهم في المواصلات، محتاج تذكرة مترو تبقى مناسبة، الدولة تحافظ عليها بسعر عادل لولادي وهم رايحين الجامعة، تذكرة أتوبيس، تذكرة قطر، كل خدمات طبية، خدمات في التعليم، كل الحاجات دي. يبقى إحنا توجيه الحاجات دي، عشان كده بقول لحضراتكم هي قصة مسمعة في بعضها. وبعدين أكد أن الخبز سيظل مدعوم، ولكن لابد من تحرك يتناسب مع الزيادات التي تحدث. ده كلام دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، استتباعا واستكمالا لهذه الحزمة من التصريحات. وأكد تاني مطالبات رئيس الجمهورية بهذا الكلام. طيب، النهاردة وزير التموين الدكتور علي مصلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أكد أن في طرح للحوم ودواجن ضمن استعدادات عيد الأضحى. ده كلام رائع دكتور علي، لحوم ودواجن، عشان طبعا لحوم، عشان احنا العيد ده معروف ان هو العيد بتاع اللحمة، والضغط طبعا من اخواتنا المسلمين عشان العيد ده بيبقى كتير جدا، كل سنة وحضراتكم طيبين، والضغط مننا كمصريين، ما فيش بيت ما بيستغنى عن اللحم. وفي دواجن، عشان لما بتنزل دواجن من الدولة في المجمعات او منافذ القوات المسلحه او اي منافذ تابعه للدوله او منافذ الشرطه او 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 ما حدش يبيع ويشتري فيا في التاني، في الـ في الـ في, الـ في اسعار الدواجن التانية. ما لاقيش النهارده كرتونه البيض وصلت 140 جنيه، ما لاقيش النهارده كيلو الفراخ رجع تاني يزيد 15 و20%. لما الدوله بتطرح الحاجات دي وبتنزل بكميات، انا بقفل باب تاني. اكد الدكتور مصطفى مدبولي انه مستهدف ضخ اللحوم والدواجن في المنافذ التابعه للشركه القابضه للصناعات الغذائيه بتخفيضات بتتراوح من 30-40% عن مثيلتها في الأسواق ضمن استعداد الوزارة لعيد الأضحى المبارك، وعليها ضبط وربط عشان ما تطلعش بكميات لحد. يبقى كل مواطن ياخد حقه، مش حاجة تتشال على جنب. وقال الدكتور مصلحي إنه مستهدف طرح 20,000 رأس ماشية طازجة عبر الشركة المصرية السودانية لتوزيعها على 1500 منفذ متنوع ما بين مجمعات استهلاكية، شوادر، سيارات متنقلة خلال عيد الأضحى. دي تصريحات دكتور
علي مصلحي. اللواء احمد حسنين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين اكد انه تم تنويع المواشي اللي بيتم استيرادها من الخارج، عشان نبقى فاهمين ايه اللي بتيجي من السودان ومن جيبوتي ومن اورجواي والهند اضافة الى البلدية. يعني انا عندي اللحوم البلدية معروف سعرها، بيجي لي من بره منين بقى؟ من السودان ومن جيبوتي ومن اورجواي ومن الهند، دي اربع المصادر اللي بتجي لي منها اللحوم. واوضح ان تلك اللحوم تاتي رؤوس ماشيه حيه مش مجمده، رؤوس ماشيه حيه، وحيث يتم ذبحها في توشكا وسفاجة. بدوره قال العميد محمود السعداني العضو التنفيذي بالشركه المصريه للحوم والدواجن ان في كميات من اللحوم متوفره وامنه في مجزر توشكا، في 8000 راس ماشيه بيتم زيادتهم بشكل دوري ل 7500 راس خلال الحدود السودانية. واوضح انه تم التعاقد على 1000 طن لحوم هندي، تم استلام 385 طن وجاري استلام الكميات تباعا. الدواجن اقل 30-40% من سعر السوق، وفي ضاني مجمد ب 335، سعر اللحوم الهندي 220، طرح كيلو الدواجن المحلي والمستورده بسعر 100 جنيه، الصدور 57 جنيه للطبق زينه 450 جرام. 57 جنيه للطبق زينة 450 جرام، يعني كيلو الصدور كده هيبقى عندي في حدود خلينا اقول 120 جنيه، ده حاجة جميلة جدا. طب والمواطن هتوصل له الأسعار دي؟ يعني المواطن اللي لاقي بره أسعار الصدور وصلت ل 190 و200 و210 هياخد الكيلو النهاردة أو ال 450 جرام عشان أبقى محدد ب 57 جنيه، يعني حابب اشتري كيلو هيبقى في حدود 120 جنيه أو أقل، يا ريت، ده حاجة جميلة، ده كلام رائع. والاوراق ب 90 جنيه للطبق زينه 900 جرام، والخراف الحيه بسعر 180 ل 190 جنيه للكيلو، ده كلام حلو جدا، عايز اشوفه على ارض الواقع، عايزه يوصل للمواطن بس ما يبقاش كلام على الورق. واوضح كمان انه سيتم طرح اللحوم والدواجن والخراف في 1350 منفذ تابع للشركه القابضه للصناعات الغذائيه، واضاف انه مستهدف اقامه 26 شادر على مستوى الجمهوريه. تصريحات مهمه جدا من معالي الوزير، مجهودات كويسه جدا، بنقول برضو عايزين رقابه على تنفيذ هذا الكلام عشان ما يجيش حد يقوم واخد له 50 60 100 150 فرخه كده على جنب يروحوا لحد، او واخد كميات لحوم على جنب. اللحوم بتنزل بكميات كبيره. انا بس ليه بتكلم على الفراخ؟ لان انا عندي امبارح واحنا اتكلمنا ان في رصدنا زياده في الفراخ، فما يجيش حد ياخد الكلام ده اصل ده كان فيه وخلص، عارف لو كنت جيت ساعه بدري كنت لحقت خد، فعشان الكلام ده ما يحصلش واحنا مجربينه وعارفين. ده كده التصريحات الخاصة بكل الحاجات التموينية والكلام ده. تعالوا بقى نروح لتصريحات تانية خاصة بوزارة التضامن وخاصة بالكارت بتاع الخدمات المتكاملة. الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن أصدرت قرار وزاري أو منشور وزاري بشأن إجراءات استخراج بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة. رجاء يا جماعة نسمع الكلام ده، لأن الكلام ده جالنا فيه شكاوي واستفسارات كتير، فالنهاردة الوزارة خدت قرار مهم جدا. قالت تم إلغاء المنشور الوزاري الصادر بتاريخ 21 مارس 2023 والذي تضمن إعفاء ذوي الإعاقة الشديدة من التسجيل على موقع وزارة الصحة والسكان الخاص بالكشف الطبي. المنشور الجديد قال إيه بقى؟ قال ضرورة الالتزام بالتسجيل على موقع، يعني ألزم بالتسجيل على موقع الوزارة والكشف الطبي المميكن للحصول على بطاقة إثبات الخدمات والاختبارات الخاصة بكل نوع إعاقة طبقا للمادة 4 من اللائحة التنفيذية للقانون. كما أكد المنشور ضرورة الالتزام بإجراء استخراج إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة عشان ما يبقاش في لعب، والكارت يوصل لمستحقيه واللي عنده إعاقة ياخد الكارت بتاعه والناس ما تعانيش مع هذا الموضوع. بيشرفنا أن احنا يكون معانا على الهاتف للتوضيح لهذا الموضوع دكتور خليل محمد مدير إدارة التأهيل لذوي الهمم بوزارة التضامن الاجتماعي. دكتور خليل أهلا بيك. اهلا وسهلا بحضرتك واهلا وسهلا بالساده المشاهدين كلهم. اهلا بيك يا دكتور. عايزين نفهم من حضرتك وتشرح لنا ايه المستجدات اللي هي تمت على قبول التقارير الطبيه وبطاقات استخراج او استخراج بطاقات الخدمات المتكامله. هو الحقيقه يا فندم يمكن من عام 2020 والوزاره اطلقت بطاقه الخدمات المتكامله وحرصا من الوزارة على التيسير على أصحاب الأعاقات الشديدة والأعاقات بارزة الشدة، معالي الوزيرة وجهت بأن احنا نستلم تقارير طبية ورقية منهم
وده طبعا لان هم لهم حق عندنا، ومن منطلق ان اعاقتهم ظاهره واعاقتهم واضحه. منذ عام 2021 وتم العمل، تم بدء العمل مع الاعاقات المتوسطه، وبعد كده في سنه 23 تم العمل مع الاعاقات البسيطه. ايوه العمل مع الاعاقات المتوسطه والبسيطه كان بيتم بآلية من خلالها بيتم الحجز على موقع وزارة الصحة بغرض الكشف الطبي اللي من خلاله بيتم الوقوف على الحالة الصحية للمواطن، وبناء عليه احنا بناخد اجراءاتنا كمكاتب تأهيل وكوزارة تضامن اجتماعي. طبعا استثناء او التيسيرات اللي اطلقتها مع الوزيرة دي كانت بموجب قرار من السيد رئيس مجلس الوزراء صدر سنة 2020، لكن طبعا هو كل استثناء بيبقى له مدة معينة، واذا لاحظنا ان الاستثناء ده يعني هيمس مقدرات وهيمس مكتسبات الاشخاص ذوي الاعاقة اللي كفلها ليهم القانون واللائحة التنفيذية، فساعتها بيكون في وقفة صحيح. في تصحيح اوضاع، في التزام باصل القانون وهو التقييم الطبي المميكن وفقا للنموذج رقم واحد. تمام. وهو ده اللي حصل يا فندم. تمام. ايه المعنى بحوكمة استخراج بطاقات الخدمات المتكاملة؟ هل فيها اشكالية؟ هل غير مستحقين بيحصلوا عليها؟ هل في تلاعب؟ هل رصدتوا حاجات كده عشان كده بقى في اجراءات حوكمة اكتر؟ طبعا في مواطنين متسللين استغلوا موضوع الكشف الطبي الورقي وتقدموا للوزارة بكشوف طبية يعني هي على غير الحقيقة، وطبعا تم رفض طلباتهم. بيتم التعامل مع عدد قليل جدا من حصل على بطاقات، لكن هي الفكرة ان احنا في ربط بيننا وما بين وزارة الصحة. تمام. وهم قادرين على ان هم يشيلوا الجانب الطبي كله للاشخاص المتقدمين على بطاقه الخدمات المتكامله، وده بصراحه ما كانش موجود قبل كده، لان وزاره الصحه يعني الله يكون في عون الزملاء والعاملين بها، يعني كانت جائحه كورونا، كان عندهم برامج كتيره جدا جدا جدا، فكانوا منشغلين جدا سنة 2020 2021 22، لكن دلوقتي لا، ده احنا بدأت وزارة الصحة تقلص عدد اللجان اللي بتكشف أساسا على ذوي الإعاقات المتوسطة وذوي الإعاقات البسيطة، فده طبعا انطلاقا من ده لا، يبقى هي آلية واحدة، آلية واضحة، آلية صريحة موجهة للمواطنين كلهم. وطبعا احنا مش هننسى ذوي الاعاقة الشديدة وذوي الاعاقة بالية الشدة، هم بس يقوموا باجراء الكشف الطبي المميكن، وعندنا في وزارة التضامن الاجتماعي لهم كل التيسيرات فيما يتعلق باصدار بطاقة الخدمات المتكاملة، لان برضو تعليمات معالي الوزيرة فيما يتعلق بحملة هنوصل لك اللي هي موجهة ليهم في اقرب اقرب الاماكن لسكناهم موجودة، وهنساعدهم كمان ان هم يسجلوا على موقع وزارة الصحة. تمام يا دكتور. وهتم استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة وفقا لاجراءات سلسة وسهلة جدا من وزارة التضامن الاجتماعي، وفي نفس الوقت محوكمة عشان كل شخص نبقى عارفين ان هو ده حقه. اعاقته بسيطة هياخد بطاقة كاعاقة بسيطة، اعاقته متوسطة هياخد بطاقته كاعاقة متوسطة. تمام. معلش دكتور هستأذنك في ثواني سريعة كده، اهم مميزات بطاقة الخدمات المتكاملة عشان وقتنا، اتفضل دكتور. هو الدمج في المدارس والجامعات، التعيين ضمن نسبة 5%، الإعفاء من الضرائب والرسوم على الأجهزة التعويضية المستوردة من الخارج لاستخدامهم،
العربيات المجهزة على وسائل النقل والمواصلات دي أبرز الخدمات بالإضافة للجمع بين معاشين والإعفاءات من الضرائب والرسوم الجمركية على السيارات المستخدمة المستوردة لاستخدامهم، وبالإضافة كمان لخصومات على الضرائب المفروضة على دخولهم الشخصية وطبعا الكشف المجاني في المستشفيات. حزمة مزايا رائعة يا دكتور خليل، وده داعي داعي قوي جدا طبعا ان انتوا تحافظوا على الكلام ده، المنظومة ونحافظ على المكتسبات دي صحيح عشان تكون للأشخاص ذوي الإعاقة دون غيرهم. مجهود رائع من الدولة ممثلة في وزارة التضامن طبعا طبقا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية دكتورة نفيد القباش، بتعمل شغل جامد. بنشكر حضرتك دكتور خليل محمد مدير إدارة التأهيل لذوي الهمم بوزارة التضامن الاجتماعي. تعالوا ناخد سريعا كده تعليقات عشان احنا متأخرين على الفقرة والفقرة مهمة جدا. أستاذة إريني بتقول لا بس يا ريت إضافة مواريث بتتكلم على البطاقة. أستاذ ماهر بيقول لو أسرة مكونة من 5 أفراد هتاكل عيش بس من غير سلعة تموينية في الشهر ب 2100 جنيه، عشان كده عشان سيادتك الرغيف هيبقى بجنيه ونص، اديني عقلك وشيل الدعم. استاذة ميري فتحي بتتكلم ولادنا في الثانويه العامه على قطع الكهرباء، ده بنتكلم برضو عليها. استاذ عواطف بتقول مساء الخير على احلى برنامج، عايز اقول لحضرتك ان اغلبيه الافران بتاخد العيش بتاخد البطاقات من بعض الناس وتعطيهم مبلغ، الكلام ده صح ووصل لنا يعني، وطبعا هما بيحاسبوا التموين بسعر تاني خالص، ده بيحصل في بعض الاحيان. معاكي حق. استاذه سميره اسكندر بتقول استاذ شنوده ال 1000 جنيه مش كافيه على زياده اسعار المواصلات والكهرباء والاكل والادويه، الدعم للعيش وللتموين ملوش علاقة بالمواصلات والكهرباء، في ناس غلابة اتشال منها التموين تقدم طلب تاني. ده أستاذة نورة بتقول طبعا الدعم هيتشال عن الغاز والكهرباء والمية والبوتجاز والعيش والسلع التموينية، يعني الأسعار تولع. لا احنا بنتكلم يا جماعة على حاجة محددة هنا عشان برضو يبقى الأمر واضح. أستاذة سوزان بتقول طب لما يكون 4 أفراد ما ياخدوش غير فرد واحد وفي معاهم ناس مرضى قلب يعمل إيه؟ الأسرة المكونة من أب وأم وطفل مريض قلب وطفلة عمرها 7 سنوات و9 سنين في العيش والتموين، برضو حالات احنا بنشوفها، لو في حالات اتشالت يا جماعة وهي مستحقة مفروض تقدم طلب تاني وبترجع. فيعني أستاذ إدوار بيقول طب واللي مش بياخد تموين هل هياخد 1000 جنيه برضو؟ لا، ولا الألف جنيه دي للأشخاص اللي بتاخد تموين فقط؟ لا، اللي بتاخد تموين فقط. دي بعض من تعليقاتكم اللي بشكر حضراتكم. أنا عندي تعليقات تاني كتير بس وقت البرنامج للأسف يعني بيبقى حاكمنا، والفقرة بتاعتنا المهمة جدا اللي هنتكلم فيها النهاردة عن الدواء، ملف الدواء، الصيدليات، الصيادلة، الدواء أسعاره ولوه، عمل الصيدليات، مشاكل الصيادلة، ملف مهم جدا وحيوي جدا في القطاع الطبي والقطاع الصحي، هنتكلم فيه مع ضيوفنا بعد الفاصل. خليكم معانا، اوعوا تروحوا اي حته، الدواء بعد الفاصل.